رح بلش نحكي عن البوابات دخل الخرج التفرعية الموجودة في متحكمات AVR، والشكل الموجود بهالشريحة هو الشكل أو البوابات الموجودة في المتحكمات ميجا 38 بالتحديد. ببداية رح شوف انه الاسم هو بوابات دخل خرج. كلمة دخل خرج معناتها ممكن اتحكم باتجاه الاشارة فيها، ممكن اقرأ منها قيمة، ممكن اطلع عليها قيمة. والقيمة فيني اطلعها بشكل اساسي هي on off او صفر والتغذية VCC اللي انا اعطيه للمتحكم. لبعدين رح احكي عن امكانية قراءة قيم تشابهية من خلال المداخل الموافقة لوحدة ADC، لكن حاليا كل شغلي هو رقمي on off فقط. شوف كمان ايضا انه هالبوابات بتسميتها انه هي تفرعية. تفرعية معناتها فيني اقرأ مجموعة من الجهود على مجموعة من الأرجل بنفس الوقت، أو أني أعطي مجموعة من الجهود أو القيم على مجموعة من الأرجل بنفس الوقت. بالنسبة لتوزيع أرجل المتحكم بشكل عام، يتم توزيعها بشكل بوابات. البوابة الأولى هي البوابة A أو البورت A، هي بشوفها عندي هون من بورت A 0 حتى بورت A 7. البوابة التالية هي البورت B، وهي من بورت B 0 حتى بورت B 7. البوابة الثالثة رح شوفها هي البورت C، من البورت C 0 حتى البورت C 7. والبوابة الرابعة هي البوابة D، البورت D 0 حتى بورت D 7. الاستخدام الأساسي لهال الأرجل هو دخل أو خرج رقم بسيط، لكن شوف أنه كل رجل أو أغلب الأرجل فيه استخدامات إضافية. بمعنى تاني، ممكن مثلا استخدم البورت A0 كمدخل ومخرج أو مدخل أو مخرج تشابه، يعني أكيد هو إما مدخل أو مخرج بلحظة واحدة. لكن أيضا ممكن أعمل أداة تحت استخدامه كمدخل الوحدة ADC، بمعنى تاني صار فيني أقرأ عليه قيم تشابهية. فرح شوف أنه كل بين وكل رجل إلى أكثر من وظيفة، لأنه من خلال أداتي المتحكم فيني أختار الوظيفة اللي راح ينفذها هذا البين. شوف عندي مجموعة من الأرجل الإضافية، مثلا عندي المدخل ريسيت راح يكون لو نطبق عليه، انتبه هون في عندي هذا الخط، هذا البار هون لو نطبق عليه صفر منطقي معناتها راح أعمل ريسيت للمعالج وعيد تنفيذ البرنامج من البداية. مثلا في عندي الخطين VCC و GND، هنو خطين التغذية للمتحكم. في عندي هون الخطين إكستال 1 و إكستال 2، هذا بوصل عليه هون مصدر دورات ساعة خارجي. في عندي مثلا هون الخطوط الـ AVCC والـ A ريفرنس، رح شوف انه هدول رح شوف استخدامه تماما مع الوحدة ADC اللي بنحكي عنها بوقتها. ممكن نشوف اكتر من خط GND، طبعا اكيد GND او المرجع للمتحكم هو موجود، هو رح يكون مشترك لكل الوحدات الموجودة ضمن هذا المتحكم. بالنسبة لتغليف PDIP، رح يكون عندي عدد الارجل 40 رجل. بالنسبة لتغليف TQFP والMLF، شوف عندي 44 رجل. طبعا البوابات هي نفسها، لكن رح شوف في عندي زيادة بعدد VCC والGND. VCC والGND أضمن VCC والGND. معنى تاني الأرجل كعمل هي نفسها، لكن ممكن يختلف عندي وجود خطوط VCC والGND. ومثل ما حكيت على GND أنه مشترك لكل المتحكم، أكيد VCC هو مشترك لكل المتحكم.
راح يكون حكينا بهين مجموعة من الشرائح عن بنية البوابات اللي هي قلت بورت A, بورت B, بورت C, بورت D. طبعا المتحكمات الأكبر ممكن نشوف فيها أو راح نشوف فيها أرجل أكثر, مثلا ممكن نشوف مثلا بورت E, بورت F. بس ما دائما نشوف البوابة تكون 8 أرجل بشكل كامل, يعني أنا هون أشوف كلها مثلا البورت A من 0 إلى 7. ممكن نشوف متحكمات مثلا فيها البورت E من 0 إلى 5, يعني 6 بتات فقط بدل ما يكون 8 بتات. هذا الشيء بشوفه بالداتا شيت أو النشرة الفنية لكل متحكم, نسبة توزيع الأرجل, نسبة توزيع البوابات ومهمة كل رجل من أرجل المتحكم. هلا الشيء المشترك لكل البوابات بعائلة AVR انه راح يكون فيها لكل بوابة 3 مسجلات. المسجل الاول هو مسجل اتجاه DDRX. عن DDRX يعني هذا راح يكون مسجل قيادة الاتجاه او Direction Drive Register. راح شوف DDRA, DDRB, DDRC, DDRD. كل بوابة عندي أنا إلى مسجل اتجاه. من خلال هذا المسجل راح أحدد الأرجل اللي راح استخدمها كمداخل وكمخارج. المسجل الثاني هو مسجل بورت X. بورت X هو يعني بورت A أو بورت B أو بورت C أو بورت D. من خلال هذا المسجل راح أعمل قيادة لحالة الأرجل, بمعنى تاني راح أكتب عليها إما 0 أو 1 منطقي. هون هذا الشيء راح يكون عندي أكثر شيء ظاهر, لأن بيكون عندي البين بحالة الخرج. أيضا راح أشوف إنه يصير بحالة الدخل, لكن راح أحكي عنه بوقته. المسجل الثالث اللي راح يكون مترافق مع كل بوابة هو المسجل بين X, هو معناته بين A أو بين B أو بين C أو بين D. مسجل بين هو راح يكون أو راح استفيد منه لحتى أقرأ القيمة الموجودة على هيدا البين, وراح استخدمه في حال كان عندي رجل معينة من أرجل المتحكم تم إعدادها حتى تكون مدخل. بمعنى ثاني لحتى استخدم انا بين معين, اول شيء لازم احدد الاتجاه مسجل DDR, بعدين اذا كان خرج راح اكتب قيمته بالمسجل بورت X, واذا كان داخل راح اقرا قيمته من المسجل بين X. راح اقول انه احجام هالمسجلات 3 هو 8 بت, وبالتالي انا قادر اني اتعامل مع 8 ارجل موجوده ضمن كل بوابه. بالنسبة للأرجل ضمن البوابة سبق وذكرت, قلت هنا بورت A 0, بورت A 1, بورت A 2, حتى بورت A 7. فأنا قادر أعمل إعداد مستقل لكل بين من كل بوابة كدخل أو كخرج, اكتب فيها أو أقرأ حالتها بشكل مستقل تماما. كمثال بسيط خلوني أول شيء حدد مجموعة بتات كمداخل ومجموعة بتات كمخارج. راح احدد هذا الشيء من خلال كتابة قيمة ضمن المسجل DDR. هون عندي الـ X هي المسجل A أو عفوا البوابة A. فلحتى احدد الاتجاه للأرجل البوابة A راح اكتب ضمن المسجل DDRA قيمة معينة. بالبداية راح اشوف عندي 0X, 0X تعني انه القيمة التالية هي قيمة 26. بعد ما قلت انه هاي القيمة 26 عم شوف عندي 0F. رح قول اذا بدي اضبط رجل معينة على انه دخل رح اكتب بالبت الموافق لإلى القيمة 0 ضمن المسجل DDRA. اذا بدي اضبط رجل على انه خرج لازم اكتب البت الموافق لإله ضمن مسجل DDRA القيمة 1.
بنتبه هون بمثالي انه في عندي القيمة هي صفر F، بمعنى تاني البت الأعلى أهمية هو صفر والبت الأدنى أهمية هو عفوا الأربع بتات الأعلى أهمية هي صفر والأربع بتات الأدنى أهمية هي F. كأني عم قول عندي هاي القيمة هي أربع واحدات أربع أصفار، أربع واحدات أربع أصفار. بالنسبة للبورت A صفر، البت الموافق لإله ضمن المسجل DDRA هو واحد، لهيك رح أقول إنه هيدا البت هو خرج. البورت A واحد، أيضا البت الموافق لإله المسجل DDRA هو واحد. أيضا نفس الشيء بالنسبة للبورت A اثنين وبورت A ثلاثة، فرح أقول إنه البورت A صفر حتى البورت A ثلاثة هي عبارة عن مخارج أو الهاينبل عفوا اللونبل للبورت A هو مخارج، والبتات الأدنى أهمية هي مخارج. شوف الأربع بتات التالية اللي هي فيها أربع أصفار، بورت A أربعة، بورت A خمسة، بورت A ستة، بورت A سبعة، مكتوب بالبتات الموافق لإلون ضمن المسجل DDRA مكتوب أصفار. شوف البتات الموافقة لإلون ضمن هذا المسجل أصفار، معناتها هالمجموعة من البتات هي مداخل high nibble of port A as input. شوف عندي هون هالإشارة، معناتها كل شيء بعد هالإشارة هو عبارة عن تعليق. هون عندي تعليمة، هون بعدها عندي تعليق، وهذا الشيء معروف من لغة السي. بعد ما أنا حددت بالنسبة للبورت A، عم بيجي لهون البورت A، قلت من البورت A صفر حتى البورت A سبعة عفوا البورت A ثلاثة، شو حددنا هون البورت A صفر حتى البورت A ثلاثة، قلت مخارج، والبورت A أربعة حتى البورت A سبعة هنون مداخل. بعد ما حددت الاتجاه، صار في عندي إمكانية إني أكتب بالبتات وبالتحديد بالمخارج. أما بالنسبة للمداخل هلا بدي أفهم تماما كيف عم يتم التعامل مع من خلال بنية ال ما بس بنية البوابة، بنية كل بن من هاي البوابة. إذن لحد هون فقط حددت اتجاه القيم، رح يكون دخل أو خرج بالنسبة لأرجل البوابة A. لما بدي أكتب B، الأرجل الموافقة البوابة A، كيف رح أكتب؟ رح أكتب ضمن المسجل port A. قلت إنه كل بوابة مع ثلاث مسجلات، مسجل اتجاه، مسجل الكتابة، ومسجل للقراءة. هون رح أكتب إذا بدي أكتب B أرجل معينة، راح أكتب من خلال المسجل بورت A، راح أكتب حالة البتات اللي بدي إياها. بمثالي هنا أنا كاتب FF، بالتالي أنا مطلع على جميع الأرجل للبوابة A القيمة واحد منطق. إذن مثال أول على استخدام الاتجاهات، مثال ثاني على الكتابة. هلا بعد شوي راح أفهم تماما شو بيصير عندي بعملية الكتابة، بيصير عندي بعملية تحديد الاتجاه، بيصير عندي تمام بعملية القراءة، لكن هلا فقط عم اتعلم استخدم المسجلات. ضل عندي هلا المسجل الثالث، هو المسجل اللي بستخدمه لما بدي اقرا حالة الارجل او القيمة الموجودة على الارجل، وبالتحديد لما بكون عندي حالة قراءة مداخل راح استقبل متغير معين، راح استقبل قيمة المسجل بين A اللي هو سبق وذكرت انه حجمه 8 بيت، وبالتالي انا عم اقرأ حالة 8 ارجل للبوابة A، ومن اسمه بوابات تفرعية انا عم اكتب 8 بيتات وعم اقرأ ب 8 بيتات حسب ما انا بحتاج. طيب انا لحد هون صار فينا
نعمل إعداد لاتجاه كل بين من كل بوابة. صار فينا نكتب بكل بين إما 0 أو 1 منطقي، أو نقرأ حالة أرجل كل بوابة. هذا الشيء هلأ راح يترتب معنا أكثر لما نشوف بنية كل بين من كل بوابة بالتفصيل. لكن قبل ما ننتقل للبنية، في عندنا ملاحظة هون: ليس هناك حاجة لمقاومة رفع مرفقة مع أرجل البوابة. أول شيء، شو يعني مقاومة رفع أو مقاومة شد أو pull up resistor؟ هلأ إذا افترضت إنه هون أنا عندي المتحكم الصغري وعندي هون هيدا البين، رح أقول إذا كان هيدا البين موصو عليه أي شيء وتم إعداده على إنه دخل، هذا في الواقع لأنه لا 1 منطقي ولا 0 منطقي، وبالتالي هاي قيمة مانا مفهومة للمعالج، ما بيعرفه. لهيك المعالج لازم يكون دائما في حالة إذا صار عندي أي قطع أو صار عندي إنه أرجو أنا ماني مستخدمة، لازم يكون في حالة افتراضية لكل بن أو رجل من أرجل المتحكم، وبالتالي لازم أنا أفرضها لهذه الحالة ولو بشكل هاردوير. مقاومات الشد عادة هي الحل أو البول أب ريزيستور. رح أقول أنا إذا كان عندي هون ما موصول ولا شيء أو دائرة مفتوحة، لازم يكون عندي الشيء المعبر عن هذا الموضوع إنه مثلا عندي 1 منطقي أو 0 منطقي. شو يعني 1 منطقي أو 0 منطقي؟ رح أقول إنه المقاومة للدار المفتوحة هي لا نهائية. إذا بوصل المقاومة لنقطة معينة هي إما VCC أو GND، رح أقول في حال كان عندي هون دار مفتوحة وبالتالي مقاومة لا نهائية، رح يكون هيدا المدخل موصول إلى المقاومة الأصغر اللي هي بحالتي مثلا خلينا نقول 10 كيلو أوم، رح يكون موصول إلى القيمة عبر هاي المقاومة، إنه هي المقاومة الأصغر، التيار بمر عبر الطريق الأسهل. فإذا كان مشدود عندي هاي المقاومة مشدودة إلى VCC، رح أقول إذا كان ما عندي أي قيمة على هذا الدخل، رح يشوف المعالج القيمة 1 منطقي. في حال كان الشد على GND، لما المعالج أو لما الرجل بيكون هون ما في عليه أي قيمة وهون دائرة مفتوحة، المعالج أو المتحكم رح يشوف القيمة 0 منطقي. بالتالي أنا بكون بهذه الطريقة أعطيت حالة افتراضية للقيمة الموجودة على مداخل المتحكم، لما بيكون عندي هون دائرة مفتوحة أو بيكون في عندي قطع لأي سبب من الأسباب، أو أنا ما مستخدمه لرجل المتحكم. بعد ما عرفنا هون فائدة مقاومة الشد، رح أقول إنه متحكمات AVR تكون عندي إمكانية لتأمين مقاومة شد إلى القيمة VCC بدون أي قطعة خارجية. يعني هاي المقاومة شد إلى القيمة VCC هي موجودة ضمن المتحكم على شريحة المتحكم دون أي قطعة خارجية. وهلأ لما تشوف بنية الأرجل، رح شوف موقع هاي المقاومة ورح شوف كيف أني رح أحصل على مقاومة شد بدون إضافة أي قطعة خارجية. كمثال على استخدام المقاومة الشد، أول شيء رح أقول هاي المقاومة رح استخدمها لما بيكون عندي حالة دخل. بمعنى تاني، رح أشوف أنه لحتى أستخدم هاي المقاومة أو فعل هاي المقاومة، مقاومة الشد، لازم فعلها على مدخل. شوف عندي هون بمثالي
DDRA أو مسجل اتجاهي بوابة A بشوف عندي C صفر، بمعنى تاني هيدا واحد واحد وست أصفر. واحد واحد صفر صفر وأربعة أصفر. شوف على البورت A بورت الاتجاه، شوف عندي صفر ثلاثة اللي هي أربعة أصفر بعدين صفر صفر واحد واحد. بالبداية شوف عندي هون البورت A7 وبورت A6 هنون مخارج، وأنا كاتب عليهم، خلينا نغير مثلا البورت A7 وبورت A6 هنون مخارج وأنا كاتب عليهم القيمة صفر. أما البورت A5 حتى البورت A2 هنن مداخل، لكن أنا كاتب عليهم القيمة صفر، وبالتالي أنا ماني مفعل مقاومة الشد. معنى تاني إذا ما كان في عندي أي شيء موصول على هالمداخل رح شوف حالة دارة مفتوحة، هاي حالة يعني يفضل ما تصير عندي في برنامجي. شوف عندي آخر رجلين هنا البورت A0 والبورت A1 هنون مداخل، شوف اني كاتب عليهم واحد واحد. لما شوف اني كاتب عليهم واحد واحد راح انتبه انه هنون دخل وانا كاتب عليهم واحد واحد، معناتها اذا ما كان في عندي انا هون اي شيء موجود على هذا الدخل راح يكون مفعل مقاومتين الشد اللي هنون الى الفي سي سي. بمعنى تاني هدول المدخلين البورت A0 والبورت A1 إذا ما كان عليهم أي قيمة جاي من خارج المتحكم رح يجي على المعالج، أو المعالج لما رح يقرأ حالة هذول المدخلين رح شوف عليهم واحد واحد اللي هنون الواحد المنطقي اللي جاي عبر مقاومة الشد الداخلية اللي أنا فعلتها على هذول الرجلتين من البوابة A. إذن هي هي الفائدة من استخدام مقاومة الشد، وهي هي طريقة استخدام مقاومة الشد لما بيكون عندي بين معين مضبوط على أنه بحالة دخل. ملاحظة أخيرة قبل ما أنتقل لبنية البوابة، أرجو البوابات يعني كل بين من كل بوابة قادرة على تمرير تيار يتراوح بين 20 إلى 40 ملي أمبير، ممكن يكون أقل أو أكثر حسب المتحكم، لكن أغلب المتحكمات عم تكون إمكانية التمرير هي ضمن هيدا المجال. وهلا بعد شوي راح نشوف اختلاف أساسي بين طريقة تغليف البي ديب وطرق تغليف التي كيو اف بي. صحيح إنه في توافق بالعمل، لكن في اختلاف بالتحديد بقيم التيارات اللي بتحملها كل بين أو كل رجل من أرجل بوابات الدخل خارج. بعد ما حكينا عن مسجلات المرافقة لكل بوابة ومفهوم مقاومة الشد، راح انتقل إلى البنية التفصيلية لكل بين. الشكل اللي شافه بهذا الشريحة هو البنية التفصيلية لبين واحد ضمن بوابة، يعني هون PXN مثلا هذا البورت A صفر، بورت A واحد، مثلا بورت B مثلا سبعة، بورت C خمسة، بورت D ثلاثة. إذا كل هيدا الدار، كل هيدا المخطط هو فقط لبين واحد، وحسب عدد الأرجل الموجودة عندي، حسب عدد البنات الموجودة عندي راح يكون في عندي تكرار لهيدا الدار. راح بلش بي هيدا المخطط خطوة خطوة وراح نمر على جميع نقاطه بالتفصيل. خلونا نبلش من الأعلى بالجزء الخاص بمقاومة الشد، الـ Pull Up Enable.
لحتى أعمل أنا تفعيل لمقاومة الشد. انتبه هون، مقاومة الشد أول شيء تقع ضمن المتحكم، ضمن المتحكم، يعني هي لا تقع خارج المتحكم بعد الرجل، هي تقع ضمن المتحكم. شد إلى القيمة VCC، هذا الشد عم يتم من خلال التحكم بالترانزستور، إما رح يوصل أو رح يصل هذا الطريق إلى VCC. كيف عم يتم التحكم بهذا الترانزستور؟ بالبداية رح شوف إنه هذا الترانزستور قاعدته توصل لما بيجيه صفر منطقي، بمعنى تاني لازم يكون خارج هذا العاكس هو صفر. لحتى يكون هذا الخارج صفر لازم يكون هذا الدخل واحد. إذن صفر صفر، هون لازم يكون عندي واحد، وبالتالي خرج هالبوابة الآن هو واحد. لحتى يكون خرج البوابة أند هون واحد، لازم يكون منتبه هون في عندي عاكس، معناتها يكون عندي الصفر صفر واحد. كاني عم قول لازم اتحكم بخرج هالبوابة من خلال هالثلاث خطوط. الخط الأول رح شوف هو الخط pull up disable. pull up disable من اسمه، إذا بدي أعمل ديسيبل للبول أب أو بدي ألغي تفعيل مقاومة الشد، بول أب ديسيبل لازم أعمل واحد ديسيبل. واحد إجا، خليني أرسمه بلون تاني. بول أب ديسيبل واحد، واحد اجا على هيدا المدخل، المدخل بنتبه انه عليه عاكس، جاي لهون واحد مع عاكس، صار دخل البوابة اند صفر، دخل البوابة اند صفر، احد مداخل البوابة اند صفر، معناتها خرجه مباشرة صار صفر، وبالتالي دخل هذا العاكس صار صفر وخرجه صار واحد، والتغى تفعيل هاي القاعدة، وبالتالي انقطع هذا الطريق بين المقاومة والفي سي سي. اذا الغيت وصل مقاومة الشد اذا عملت pull up disable. اول شيء اذا اما بلغي تفعيل مقاومة الشد او فعل مقاومة الشد. فعل مقاومة الشد ببساطة راح يكون عندي الموضوع، ما راح اعمل disable، ما راح اعمل disable، معناتها رح حط صفر على هذا الخط، صفر جينا لهون معاكس صار في عندي هون واحد، اذا افترضت انه باقي القيم واحد جاني لهون واحد واحد صفر صفر، وتم وصل مقاومة الشد الى الـ VCC. اذا هذا الخط الاول هو الـ pull up disable، اما بعمل disable لمقاومة الشد او بعمل enable لمقاومة الشد. هلا رح شوف انه هيدا الخط عمله شوي متشابه مع هذا الخط، فقبل ما اوصل لهون رح اقول انه البول اب ديسيبل المتحكم، عفوا المستخدم او المبرمج ما بيتحكم فيه، المعالج هو اللي بيتحكم فيه، ودارة التحكم بالمعالج هي بتتحكم فيه. لما بيكون المعالج عم يشتغل اي شيء رح يتحكم بهذا الخط، رح يلغي وصل مقاومة الشد إذا كان عنده أي مهمة معينة بتمنع استخدام مقاومة الشد، فرح يكون هذا الخط تحكم من قبل المعالج وليس من قبل المبرمج. لحد هون رح أقول أني ناقشت الخط الأول اللي هو البول أب ديسيبل، واللي من خلاله بوصل مقاومة الشد. رح انتقل إلى الباقي الأجزاء. رح شوف باقي الأجزاء هون رح احتاجها أول شيء في عملية تفعيل وإلغاء تفعيل مقاومة الشد قبل ما انتقل إلى بالتفصيل. رح شوف هالبوابة الأند لحتى فعل أنا
مقاومة الشد لازم يكون هاي خرجة واحد، مع تاني لازم يكون عندي هون الدخل صفر، وهذا الدخل صفر، وهيدا واحد. طب البول أب ديسيبل ناقشناه ليش لازم يكون واحد حتى يكون عندي، عفوا لازم يكون الدخل هون صفر حتى يكون الخرج خرج الاند فعال. اذا بدي اشوف هلا الخط الثاني والخط الثالث ليش لازم يكون عليه هون هيدا عليه صفر، وبالتالي اللي بيوصل الى البوابة هو واحد، وليش هذا عليه واحد، وبالتالي ايضا اللي بيوصل الى البوابة هو واحد. بيجي لهون هيدا البوابة او هذا المدخل لازم يكون عليه صفر. شوف هذا الخط من وين جاي، هذا الخط جاي من هذا القلاب. اول شيء هذا القلاب هو قلاب من النوع دي، بمعنى تاني خرجه يساوي قيمة المدخل دي بعد ورود الحافة المناسبة، بحالتي هون هي الحافة الصاعدة. وبنتبه انه هذا القلاب حالة دخل البيانات لإله توافق الخط دي دي اكس ان، بمعنى تاني هيدا الخط جاي من المسجل DDR X DDR لبوابة معينة، البيت رقم أو الرجل رقم البين رقم N من بوابة معينة. فأنا إذا بدي استخدم مقاومة الشد، أول شيء لازم يكون عندي هذا البين هو عبارة عن مدخل حتى أقرأ على هذا المدخل القيمة VCC إذا ما كان عندي أي شيء على الرجل. فبنتبه أنه إذا بدي فعل مقاومة الشد لازم يكون عندي هيدا البين هو مدخل، وبالتالي الخط الموافق لإله، الخط انتبه الخط الموافق لإله بمسجل الاتجاه هو عليه القيمة صفر. صفر معناته هو دخل صفر، مع العاكس صار عندي على البوابة عند القيمة واحد. طيب هون عملت pull up enable والاتجاه دخل، شو ضل عندي لحتى اكتبه على قيمة البوابة في حال ما كان عندي اي شيء على دخله؟ بنتبه شو هو الخط الثالث، الخط الثالث جاي من القلاب اللي بيوافق حالة البورت XN، بمعنى تاني البوابة X الرجل رقم N N. اذا البوابة X هي ممكن يكون A B C D، والرجل رقم N ممكن يكون من صفر حتى سبعة. بنتبه هون انه اول شيء لازم فعل مقاومة الشد، لازم اعمل البين دخل، ولازم اكتب عليه القيمة واحد، لازم اكتب عليه القيمة واحد. وبالتالي لما بكتب عليه القيمة واحد كأني عم قول اذا ما كان عليه اي قيمة جاية من خارج المتحكم رح يكون عندي هالثلاث شروط محققة، وبالتالي المقاومة الشد موصولة إلى الـ VCC. وهيك رح يكون ناقشت الجزء الخاص بمقاومة الشد. ننتقل إلى الجزء التالي. الجزء التالي هو صراحة رح يكون بهاي المنطقة وهاي المنطقة، وهو للتعامل مع المسجلين DDRX و Port X. لكن قبل ما انتقل عليهم لازم اعرض مفهومين رح شوفهم ضمن هاي البوابة، وهن Try State Buffer و Transition Gate. Try State Transmission Gate Try State Buffer هو بهذا الشكل، هو دارة الى جدول الحقيقة وجدول العمل التالي. رح أقول إذا كان الإنابل صفر، كان الإنابل صفر رح يكون عندي الدارة بحالة ممانعة عالية، والخرج Y يساوي Z أو High Impedance أو حالة ممانعة عالية. أما إذا كان الإنابل واحد، الإنابل واحد رح يكون عندي الخرج Y يساوي الدخل A. إذا كان الإنابل عندي واحد رح يكون Y تساوي A، Y تساوي
A. كتبسيط العمل هيدا البفر رح شوف ان في عندي هون خط الانابل، اذا كان صفر معناتها دائرة مفتوحة، اذا كان واحد فهون عندي خط تمرير. خط التمرير رح يمرر الى الخارج اما صفر او VCC حسب حالة الدخل. اذا لما يكون عندي الانابل بالحالة صفر دائرة مفتوحة او هاي امبيدنس زد زد، اذا كان عندي الانابل عليه واحد راح يكون عندي الخرج output يساوي الدخل input. هلا قبل ما انتقل للترانسميشن جيت راح شوف انه التراي ستيت بافر والترانسميشن جيت لهم نفس جدول الحقيقة ونفس جدول العمل، لكن شو الاختلاف بيناتهم؟ اختلاف بيناتهم انه التراي ستيت بافر يمكن استخدامه كمنبع للإشارة، أما الترانسميشن جيت راح شوف إنه هو فقط تمرير، يعني راح يكون تمرير باتجاهين، يعني وين راح يكون المنبع بأحد الاتجاهين، أما هون راح يكون عندي أحد الطرفين هو راح يكون المنبع اللي راح يبعث الإشارة للطرف الثاني. ننتقل للترانسميشن جيت راح شوف هذا هو الرمز اللي له، شوف ما في عندي إنابل ونفي للإنابل، راح شوف جدول الحقيقة لإله وجدول العمل. في حال كان عندي أنا خط الإنابل مفعل راح يكون عندي الخرج يساوي الدخل أو الطرفين يساوي متساويين A تساوي B. في حال كان عندي الإنابل غير مفعل أو صفر راح يكون عندي القيمة الطرف B هي قيمة هاي امبيدنس أو هي قيمة لا تساوي القيمة الموجودة على الطرف A. بالنسبة للبنية يمكن تحقيق هيدا الترانسميشن جيت باستخدام الترانزستورات. راح شوف انه عندي خطين X و X not، راح يكون عندي هون خط والنفي اللي له، ممكن يكون عندي التمرير بهالاتجاه او بهذا الاتجاه، لكن سبق وذكرت انه الترانسميشن جيت هو فقط طريق للنقل وللوصل وليس منبع لإشارة باتجاه معين. بعد ما عرفنا التراي ستيت بافر والترانسميشن جيت صار فينا نتابع بي باقي أجزاء البين. رح شوف هون بهذا الجزء اولا هذا القلاب عم يوافق حالة بين ضمن المسجل DDRXN، يعني عمليا هذا بالتات مسجل الاتجاه. عندي 8 ارجل، عندي 8 مسجلات لكل رجل او لكل بين مسجل. رح شوف انه من خلال القيمة اللي انا بكتبها ضمن المسجل DDR لبوابة X لبين رقم N راح يكون عندي الخرج يساوي الدخل بعد ورود حافة معينة. حافة معينة هون بشوف عندي حافة صاعدة جاية من إشارة التحكم هي WDX، بجينا هون هي Right DDR X. بمعنى تاني لما أنا عم اكتب بالمسجل DDR X راح يجيني على كل بت إشارة أو حافة مناسبة اللي هي بحالة حافة صاعدة على الخط WDX. برجع بقول كل هالحكي لأجل بين واحد، كل هالشي بتكرر لأجل باقي الأرجل. طيب لحد هون أنا فقط كتبت حالة كتبت الحالة اللي راح ياخدها هيدا البيت اللي هو بيت يوافق اتجاه لرجل معينة من أرجل المتحكم. طب هاي اتجاه الكتابة، إذا بدي أقرأ شو القيمة الموجودة عندي بهذا البيت، بنتبه أنه رح أخذ القيمة اللي هي
حالة خرج القلاب عبر تراي ستيت بفر. كيف بدي اقرأ لهي القيمة؟ لازم اعمل انابل لهالتراي ستيت بفر. شيني انابل معناتها الخط RDX لازم يكون عليه واحد منطقي. شوف الخط RDX هو read DDRX، بما تاني اذا بدي اقرأ حالة بيت معين من هذا المسجل لازم اعطي هون الاشارة التحكم، او المعالج راح يعطي هون اشارة التحكم لحتى يقرأ او تتمرر قيمة ال DDRXN الى داتا باس وبالتالي يقرأ المعالج. طيب لحد هون كتبت وقرأت ضمن المسجل DDRX. كيف المتحكم او كيف عفوا المسجل DDRX عم يتحكم بالاتجاه؟ تحكم بالاتجاه من خلال هيدا الخط. منتبه اذا كان هذا الخط عليه صفر، كان هذا الخط عليه صفر شو عم يعمل؟ هيدا التراي ستيت بوفر اللي هو عمليا عم يمرر بهالاتجاه. ناخذ هيدا التراي ستيت بوفر، إذا بدي أكتب لازم مرر إشارة من المتحكم إلى الخرج. فإذا كان عندي هون القيمة صفر بالمسجل DDRX صفر، معناتها هذا التراي ستيت بفر غير فعال، وهون عندي حالة هاي إمبيدنس، وبالتالي هيدا البورت أو هذا البين عفوا ما نخرج، هذا البين راح يكون دخل، ما راح اقدر اطلع قيمه لبرا، راح اقدر فقط اقرا قيم اللي جاي من خارج المتحكم. لهيك قلت لما بدي اضبط عمل البين كمدخل لازم اكتب بالدي دي ار اكس القيمه صفر. البت الموافق لهالرجل ضمن الدي دي ار اكس لازم اكتب القيمه صفر. طيب اذا كتبت القيمه واحد، شو راح يكون عندي؟ كتبت القيمة واحد معناتها هيدا التراي ستيت بفر فعال، وبالتالي صار في عندي حالة تمرير من هيدا الدخل إلى هذا الخرج، والقيمة الموجودة على البورت XN هي القيمة اللي أنا بكتبها بالمسجل بورت XN. إذن هيك راح أقول إنه تحكمت بالاتجاه اللي هو إما دخل أو خرج. حالة الخرج هي حالة الكتابة، هي حالة مفهوم. حالة الدخل اللي هي حالة قراءة بضل عندي فيها حالة أخيرة لازم ناقشها، لكن حتى رح أقول حتى لما ما يكون في عندي إمكانية لحتى أخرج قيمة، خرج قيمة على هيدا البين، راح يكون في عندي إمكانية لما يكون في عندي البورت XN هو دخل، راح يكون في عندي إمكانية إني فعل مقاومة الشد، وبالتالي بتذكر أنا لما كان عندي تفعيل مقاومة الشد حتى أستفيد مقاومة الشد لازم يكون هذا البورت دخل، لازم يكون هذا البورت دخل، ولازم يكون عندي رغم انه دخل لازم يكون عندي هون القيمة واحد اللي هي انا بكتبها ضمن المسجل بورت اكس. اذا لحد هون صار في عندي شغلتين، الشغلة الاولى استخدام البول اب ريزيستور قوم الشد تفعيلة او الغاء تفعيلة، والقراءة وكتابة المسجل الاتجاه DDRX، وفهمت ليش لما بكتب صفر بهذا المسجل بكون عندي حالة دخل، لما بكتب واحد بهذا المسجل بكون عندي حالة خرج. لما رح أقول إني خلصت المسجل DDRX رح أنتقل إلى المسجل التالي اللي هو البورت X. بالنسبة للبورت X هذا هو الجزء الموافق له. راح اشوف ايضا القلاب هنا، قلاب من النوع دي، راح اشوف ان البورت اكس بتذكر انه انا كنت اكتب فيه القيمة اللي بدي
تكون موجودة على المخارج. إذن لحتى أكتب قيمة على مخرج معين، أول شيء لازم يكون عندي حالة البن الموافق وحالة خرج، وبالتالي هيدا الخط لازم يكون عليه واحد. بعدين هون رح شوف أنه من خلال القيمة اللي رح أكتبها على هيدا القلاب رح يظهر عندي الخرج، رح يكون إما صفر أو واحد، رح يتم تمريره إلى هذا المخرج. لحتى أكتب قيمة ضمن هذا المسجل، عفوا ضمن هذا القلاب، بمعنى تاني لح تصير عندي حالة الخرج تساوي الدخل داتا، لازم تجيني الحافة المناسبة اللي هي هون بحالتي حافة صاعدة على المدخل أو على الخط التحكم WPX. مش لهون WPX هو Write Port X، بمعنى تاني هذا هو خط الكتابة ضمن المسجل Port X. ملاحظة بالقلابين، أنا في عندي هذا الخط الريسيت، خط الريسيت معروف أنه شغلته أنه يصفر الخرج أو يضبط قيمة الخرج على خرج كيو على القيمة صفر. إذن لحد هون صرت بعرف كيف عم ينكتب ضمن المسجل بورت إكس، اللي هو لما عم يكون عندي حالة البين هي حالة خرج، عم اكتب بهذا الخرج إما صفر أو واحد منطقي. بطريقة مشابهة إذا بدي أقرأ شو أنا كاتب ضمن المسجل بورت X، فيني أقرأ حالة هذا الخرج Q اللي هو بوافق بيت معين من البورت X، البيت رقم N. راح أقرأ لحالة هذا البيت من خلال هذا التراي ستيت بافر بتفعيل الخط الإنابل اللي هو RRX. RRX هو Read Port X Register، ما تعني هذا الخط راح استخدمه لحتى اقرأ حالة المسجل بورت X. لحد هون قرأت وكتبت ضمن المسجل بورت X وطلعت القيمة اللي بدي اياها لما عم يكون عندي حالة خرج. اما لما يكون في عندي حالة دخل، البين بحالة دخل، راح اقول انه هالطريق راح يكون مقطوع، لكن فائدة هذا البورت انه اما من خلاله راح فعل البول اب ديسيبل او راح ساهم بتفعيل البول اب ديسيبل. اذا كتبت هون واحد، عفوا بول اب انيبل، بول اب انيبل اذا كان عندي هون واحد، واذا كتبت هون صفر معناتها انا لغيت تفعيل البول اب ريزيستور، وراح يكون عندي هون اعتماد كلي على الحال القادم من الخرج. لحد هون راح اقول اني قرأت وكتبت مسجل DRX، مسجل اتجاه، قرأت وكتبت في مسجل القيادة البوابة البورت X، وتعلمت كيف اتعامل مع البول اب ريزيستور. الجزء الباقي هو الجزء الخاص بعملية القراءة، بمعنى تاني نكون في عندي حالة دخل. بحالة الدخل أقول إنه أول شيء لازم يكون عندي هون القيمة صفر، وبالتالي المتحكم ما راح يطلع قيمة على هذا الخرج، وإما راح يكون عندي pull up enable أو pull up disable حسب إعدادات هل أنا أعطيها للمتحكم لحتى إما أوصل أو أفصل هاي المقاومة الشد إلى VCC. لكن بكل الأحوال إذا كان عندي مقاومة شد أو ما كان عندي مقاومة شد، لما بكون في عندي حالة قراءة، بمعنى تاني هيدا الطريق، هذا الطريق هون مقطوع، حالة القراءة راح تكون بهذا الاتجاه حتى مدخل أو حتى الداتا باص اللي هو راح يقرأ حالة بيت معين. أول شيء قبل ما ناقش التفاصيل راح أعتبر إنه كل هالدارة هي عبارة عن سلك 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 حتى أوصل لهون. لما بدي أعمل عملية القراءة لازم يكون أول شيء عندي هون على هذا الخط القيمة صفر، وبالتالي هذا التراي ستيت بافر عم يكون عندي خرجه بحالة هاي امبيدنس، وبالتالي أنا ما رح طلع شيء على خرج المتحكم، أنا فقط رح أقرأ الشيء على الموجود على دخله. الشيء الموجود على دخله هو القيمة الموجودة هون. إذا كان واحد رح يجين لهون واحد، إذا كان صفر رح يجين لهون صفر.
برجع بقول حتى لو كان عندي هون مقاومة شد الطريق يسل التيار يسلك الطريق الأسهل. يعني إذا أنا كمان عندي هون مثلا مقاومة شد 10 كيلو، هون عندي مقاومة 100 كيلو، أكيد رح أخذ الحالة الموجودة على المقاومة الأصغر. لكن هلا صار بيهمني القيمة اللي رح أقرأها على الدخل، واللي هي اللي رح توصل إلى الداتا بوس. كيف رح توصل إلى هالداتا بوس اللي رح يبعث القيمة أو رح يوصل القيمة إلى المعالج؟ بالبداية سبق وذكرت أن رح أعتبر أن هذا كلاته طريق واحد أو سلك بدون أي تفصيلات. لحتى أقرأ قيمة موجودة على هذا البين لازم فعل هذا الترايستيت بوفر. فعل هذا الترايستيت بوفر معناته لازم أعمل له إنهابل من خلال الخط RPX. RPX بيجي له هون read port X pin، وبتذكر إنه كان المسجل pin X هو مسجل مسؤول عن عملية القراءة. إذا أنا بدي أقرأ pin معين، حالة pin معين، لازم أقرأ حالة البيت من المسجل pin A عفوا pin X الموافق لهذا البين. طيب لهون عرفت كيف بدي أقرأ حالة بين معين. راح بلش أحكي شوي بالتفاصيل الموجودة خطوة خطوة. بالنسبة لأول مرحلة راح أشوف إنه في عندي هون دارة وفي عندي هون خط تحكم اسمه سليب. هذا سليب من اسمه وضعية النوم، هو وضعية توفير للطاقة. معنى تاني أنا إذا بدي أوفر استهلاك الطاقة ما في داعي خلي المتحكم يشتغل بكامل طاقته، راح أشغل المتحكم بجزء فقط من إمكانياته. لهيك راح أطفي جزء كبير من الطرفيات وأبقي المعالج وأشياء بسيطة جدا شغالة فقط. فراح فعل شيء اسمه وضعية السليب أو وضعية أو أحد أوضاع توفير الطاقة. تبوا معلم يكون هذا الخط سليب عليه القيمة واحد. واحد مع هذا العاكس معناته صار في عندي هون صفر. صفر شوف هون عندي ما بقى في إنابل لهذا الترانزميشن جيت. أيضا راح شوف هون الواحد على هذا الصفر معناته هذا الانابل عنده بيكون فعال على صفر. اذا الترانزستورين راح يكونوا بحالة قطع لهذا الطريق، وبالتالي بحالة السليب المتحكم لن يكون قادر على قراءة حالة مداخل معينة. طيب لما بدي اطلع من حالة السليب بدي اطلع من حالة توفير الطاقة هتصير اقرأ حالة مداخل، لازم أحط على هذا الخط القيمة صفر. صفر جد لهون معاكس صارت واحد، وصفر جد لهون معاكس راح تصير صفر جد لهون صفر على هذا المدخل. كمان هذا المدخل فعال عند الصفر. بمعنى تاني لما ألغيت حالة السليب بدي انتبه انه صار عندي تفعيل للترانسميشن جيت، وبالتالي صار عندي هاي النقطة تساوي هاي النقطة. ايضا بدي انتبه لحالة اضافية او لنقطة اضافية. لما يكون في عندي حالة تفعيل للسليب، يعني هون عندي السليب واحد وبالتالي هذا الترانسميشن جيت غير مفعل، برجع بقول المعالج لازم دائما نشوف حالة أو قيمة جهد على المداخل. فلما يكون في عندي هون حالة السليب عليها القيمة واحد أو خط السليب عليه واحد، انتبه هون واحد رح تجي على هذا الترانزستور وبالتالي رح توصل قيمة الدخل إلى الصفر. بالتالي بحالة السليب قيمة المداخل رح تكون صفر، أو القيمة المقروءة من المداخل رح تكون صفر. لهون رح أقول إنه ناقشت أول مرحلة من مراحل الجزء الموافق لقراءة قيمة موجودة على أحد الأرجل. ننتقل إلى المرحلة التالية وهي المرحلة ضمن هذا الطريق، هي مرحلة
قادح شميت. قادح شميت هو أحد تطبيقات مضخمات العمليات، خليني هون أوضحها، هو استخدامه الأساسي لتقليل من تغيرات إشارة معينة. فمثلا ممكن نحول إشارة جيبية إلى إشارة بهذا الشكل، ممكن نحول إشارة فيها الضجيج إلى إشارة أيضا بهذا الشكل، إشارة مثلثية إشارة بهذا الشكل. بمعنى تاني باختصار هو دارة بتقلل من ظهور التغيرات على خرجة مقابل التغيرات موجودة على دخلة. كيف عم يكون عندي هذا الشيء؟ عم يكون عندي من خلال مضخم عمليات، لكن النقطة اللي بتغير عنده خرجة من الحالة on إلى الحالة off هي ليست نفسها. عم يكون في عندي لحتى ينتقل الخرج من الحالة off إلى الحالة on لازم يتجاوز الدخل حد أعلى، لحتى يرجع الخرج إلى الحالة من الحالة on إلى الحالة off لازم ينزل الدخل تحت حد أدنى، وهكذا لازم حتى ارجع إلى الحالة on ارتفع فوق حد أعلى بعدين انزل تحت حد أدنى وهكذا. هذا الشيء برجع أقول بفيدني لما يكون في عندي تغيرات طفيفة بالدخل أنا بدي أحاول أرشحها أو أقلل من ظهورها. هذا الشيء راح أحققه من خلال استخدام قادح شميت، راح أشوف إنه قادر يلغي لي تغيرات كتيرة موجودة على الدخل، يلغي لي إياها من الخرج ويحول لي الإشارة غير مستقرة على الدخل إلى إشارة نوعا ما مستقرة على خرجه. إذن هيدا الخطوة الثانية من خطوات الدخل، عم مرر الإشارة اللي جاي من البين اللي عم أقرأ حالته عبر قادح شميت، اللي ممكن شبه عمله بعمل مرشح عم يخفف لي من تغيرات المطال الموجودة على هيدا البين. بعد ما خففت من تغيرات المطال على هذا البين ظل عندي مرحلة أخيرة، هي مرحلة السينكرونايزر. هي دارة شهيرة بالنظم المنطقية، هي دارة عمليا بتكون مسؤولة عن التقليل من سرعة التغيرات بالإشارة على الخط اللي أنا عم أقرأه. بمعنى تاني كأني عم أقول إنه لحتى تعطيني هاي الإشارة واحد منطقي أو صفر منطقي أو هي أو هاي الدارة واحد منطقي أو صفر منطقي على خرجه، لازم يستمر حالة الدخل بقيمة صفر وواحد منطقي لمدة أكبر من حد معين. إذا كانت المدة أقل من حد معين هيدي الدارة ما راح تغير خرجة، وبالتالي المتحكم ما راح يحس بهذا التغير. كان ينقو صار عندي هون مراقبة للدخل. أول شيء تغيرات المطال لازم أقلل منها، يعني عمليا تغيرات على المحور الشاقولي لازم تكون أقل ما يمكن، وهون عندي التغيرات السريعة أيضا بدي أحاول أخفف قدر الإمكان. باختصار لازم يستمر القيمة اللي هي واحد منطقي أو صفر منطقي على دخل القلاب الأول لمدة معينة حتى يمر تمريره إلى خرج المرحلة التالية. إذا كان هذا التغير أو هذه الحالة استمرت لفترة قصيرة راح تبقى هنا ولن تنتقل إلى المرحلة التالية، وبالتالي المنطقة الداخلية اللي هي ناقل البيانات اللي راح يوصل البيانات إلى المعالج ما راح توصلها التغيرات السريعة. التغيرات السريعة كلياتها راح تنتهي عند هاي المرحلة. كان يقول خلاصة المرحلتين إنهم نوعا ما لازم نحافظ على استقرار الإشارة اللي عم يقرأها المعالج من ناحية المطال ومن ناحية سرعة التغيرات بفترة زمنية معينة. وكتوضيح أخير رح أقول إذا أجتني نبضات سريعة جدا وليكن بهذا الشكل، المعالج ما رح يحس فيها نهائيا ولا رح يقرأها أبدا.
رح يظل عنده المستوى هو صفر، وهذا التغير الفجائي المعالج ما رح يوصل له نهائيا. الخلاصة هدول المرحلتين لازم يوصلوا إشارة مستقرة إلى المعالج. هيك رح أقول أنه ناقشت دارة الدخل، صار في عندي معلومات عن الجزء الخاص بالأوبريسيسور Disable وEnable، قراءة والكتابة في مسجل DDRX، قراءة وكتابة في مسجل Port X، استخدام مسجل اتجاه والكتابة في بيت معين أو بين معين في حال كان عندي خرج أو في حال كان عندي استخدام Pull Up Resistor، وناقشت الجزء الخاص بمرحلة الدخل بأجزائه الثلاثة. قبل ما أنهي موضوع المداخل والمخارج، راح أعطي لمحة سريعة عن أعداد المداخل والمخارج ببرنامج الكود فيجن اللي راح نتعامل معه. أقول إنه في عندي لكل متحكم مجموعة من البوابات، بالنسبة للبورت A أو البوابة A في عندي إمكانية التحكم بالاتجاه. إذا كان الاتجاه إن، راح تكون الحالة هي إما تراي ستيت، بمعنى تاني ما رح فعل بول أب ديسيبل، رح يكون عندي الحالة هي توافق قيم موجودة على المدخل، أو رح يكون عندي الحالة بول أب أو بي، هون تكون إما حالة تراي ستيتد أو بول أب. معنى تاني إذا ما كان عندي أي قيمة على المدخل رح يكون متفعل مقاومة الشد. أما إذا كان عندي البورت بحالة out، رح يكون عندي الحالة اللي هي إما صفر أو واحد منطقي، رح يعتبر من المسجل بورت A، وهذا الشيء رح نفذه بالتفصيل لما بدي أكتب برنامجي. بالنسبة لقيم الجهود اللي بتعامل مع المتحكم أتميجا، هي موافقة لكل بنية AVR، لكن هذا الجدول من متحكم أو من داتا شيت للمتحكم أتميجا 32. عندي مجموعة من القيم الشهيرة أو القيم اللي لازم تكون واضحة ببالي لما استخدمه ومستخدم أي متحكم. راح أقول إنه هذا الجدول مناسب للعمل بدرجة حرارة من ناقص 40 إلى 85 درجة مئوية، وجهود التغذية هي بين 2.7 إلى 5.5 فولت. أول شغلة أقول شو هو القيمة اللي بيعتبرها المتحكم صفر منطقي. صفر منطقي في input low، في حال كانت جهود التغذية هي 2.7 إلى 5.5 أو 4.5 إلى 5.5 فولت، عم يقول لي إنه الأصغر هو ناقص 0.5 فولت، والأعظم لحدود 0.2 VCC رح يعتبره صفر منطقي. شو هو القيمة اللي رح يعتبرها واحد منطقي للجهد؟ رح يكون هو الأصغر هو 0.6 ضرب VCC حتى VCC زائد 0.5. بمعنى تاني مثلا إذا كان عندي VCC قيمته 5، فرح يكون عندي الواحد منطقي من 3 فولت حتى 5.5 فولت. هذا الشيء فقط للمداخل والمخارج، لكن بيستثنى منه خط الريسيت وخطوط عموش عليها منابع شارت الساعة أو مولد تردد. رح شوف أنه بالنسبة للخط تبع الشارت الكلوك شارت الساعة، الواحد المنطقي لازم يكون عندي بين الناقص نص فولت و 0.1 في سي سي. هذا خط كريستالة أو خط منبع شارت الساعة، هو خط بلودارته الخاص، والفي سي سي الهاي الفي هاي هو من 0.7 في سي سي حتى الفي سي سي زائد 0.5. أيضا عندي مواصفات خاصة لخط الريسيت. خط الريسيت بشوف عن قيمة صفر منطقي، واللي هي عملية رح تفعل خط الريسيت على قيمة جهة تتراوح بين ناقص 0.5 حتى 0.2 في سي سي. أما لحتى أشوف عليه واحد منطقي، لازم يكون عندي القيمة تصل إلى 0.9 في سي سي،
حتى في سي سي زائد 0.5. بين الصفر فاصلة 9 في سي سي أو 0.2 في سي سي ما بيكون عنده أي أمر نهائيا، لا وقت لا واحد ولا صفر منطقي. بالنسبة للخرج اللي بيعطيني إياه المتحكم، الخرج اللي بيعطيني إياه على المخارج إذا بدي أحصل على صفر منطقي هون عم يقل لي إنه التيارات هي 20 ملي أمبير اللي بيعطيني إياها إذا كانت التغذية، بي سي سي 5 فولت، و 10 ملي أمبير إذا كانت التغذية 3 فولت. كأنه عم قل لي إنه هي هي التيارات العظمية اللي بيتحملها البين لما عم يتعامل مع حمل معين. وبرجع بقول لما بيكون هون هو لو معناته هو رح يستقبل تيار، أما لما بده يكون هاي هو رح يكون منبع لي التيار. برجع ناقش هون الاوتبوت لو، لأن بيكون عندي صفر منطقي على الخرج، رح تكون القيمة العظمى 0.7 فولت لما تكون تغذية 5 فولت، و 0.5 فولت لما تكون عندي 3 فولت. أما إذا بيطلع قيمة واحد منطقي على المخارج، فإذا كانت تغذية 5 فولت رح تكون القيمة بين 4.2 كحد أدنى وما فوق. إذا كانت تغذية 3 فولت عم يكون عندي 2.2 فولت كحد أدنى، و رح يطلع أو رح يزيد عن هاي القيمة الدنيا. آخر شيء رح أحكي فيه عندي بالنسبة للريسيت بول أب ريزيستر، المقاومة الشد اللي رح استخدمها مع خط الريسيت فضل تكون بين 30 إلى 60 كيلو أوم. بالنسبة لخط الريسيت ليش بستخدمها مقاومة شد؟ لأنه برجع بقول لازم أعطي حالة افتراضية هي VCC، لما يكون فعليا صفر منطقي راح تنفذ عملية ريسيت. وآخر شيء إذا صار واحتجت مقاومات بول أب ريزيستر خارجية وهي فقط باستخدامها إذا بدي شد القيمة صفر، يفضل تكون قيمتها بين 20 إلى 50 كيلو أوم. بالنسبة للتيارات هون بتظهر عندي الملاحظة اللي حكيتها، الفرق بين الـ PD باكيج والـ TQFP والـ QFN والـ MLF باكيج. انتبه هون بحالة السينك، أنا هون عم قول إنه عندي سينك للتيار، بمعنى تاني إنه المتحكم رح يدخل فيه تيار وهو رح يكون طريق تصريف للتيار إلى الـ GND، بمعنى تاني رح يكون عندي هون هو عم يأمن الصفر المنطقي لي الدارة. رح أقول إذا كانت عندي التغذية VCC رح يكون كل بين قادر على تمرير تيار حتى 20 ملي أمبير إلى الصفر، إذا كانت التغذية هي 3 فولت رح يكون كل بين قادر على تمرير 20 ملي أمبير إلى الصفر. هذا طبعا بحالة المستقرة نون ترانزينت أو حالة غير العابرة، يعني ممكن يظهر أكثر من هيك، لكن بحالات العمل النظامية يفضل من جاوز هاي القيم. ملاحظات بتقول بالنسبة لتغليف البي ديب اللي هو مصفوفات الأرجل المستطيل، بتكون مثلا البي ديب الأتميكة هو 20 خط بعشرين خط أو 20 بين بعشرين بين، عم يخلي إنه مجموعة التيارات المارة بين خلال جميع البوابات ما لازم يتجاوز 200 ملي أمبير. مجموعة التيارات المارة بالخطوط بورت A0 حتى بورت A7 لازم ما يتجاوز 100 ملي أمبير. ومجموع الخطوط أو مجموع التيارات المارة عبر باقي البوابات وخطوط الكريستالة ما لازم يتجاوز 100 ملي أمبير. بمعنى تاني إذا عندك أحمال حاول تحطها قدر الإمكان على البورت A. شو أحمال يعني؟ أحمال يعني لا تتجاوز للذات مثلا، يعني ما رح أشغل محرك كامل على المتحكم، لكن إذا في عندك أي مرور للتيار عبر المتحكم حاول تحط قدر الإمكان على البورت A. بتبقى هنا على الملاحظة بالنسبة للتغليف بالأشكال الأخرى،
مجموع التيار المار عبر جميع البوابات ارتفع إلى 200 إلى 400، من 200 إلى 400. على البورت A 100 ملي أمبير، البورت B 0 حتى بورت B 4 أيضا 100 ملي أمبير، بورت B 3 حتى بورت B 7 وطبعا المجموع وخط دورات الساعة، ودي 0 حتى دي 2 أيضا مجموع 100 ملي أمبير، دي 3 حتى دي 7 100 ملي أمبير، والبورت C عليه 100 ملي أمبير. إذن صار في عندي هون توزيع أكثر انتظاما للتيارات على مجموعات الأرجل أكثر من الحال كانت موجودة عندي بالتغليف بيديب. هذا عم يقول لك أنه أنا بضمن لك العمل المستقر ضمن السحب ميناء التيار، ضمن الحدود ميناء السحب ميناء التيار. ممكن إذا تعرض المتحكم لسحب تيارات أكثر ممكن يصير أي شيء يأثر على أي قطعة من مكوناته. هنا نحكي باتجاه المعاكس، لأن يكون عندي أنا البين هو سورس، يكون عندي هنا سورس مع تاني منبع التيار هو المتحكم، يعني هنا عم يطلع التيار من المتحكم إلى حمل معين. أيضا راح أقول إنه إذا كانت تغذية سي سي تساوي 5 فولت كل بين بيخرج حتى 5 حتى 20 ملي امبير، واذا كانت تغذية 3 فولت كل بين ممكن يخرج حتى 10 ملي امبير. اذا بحالة السينكينج يعني عمليا كل بين عليه صفر منطقي راح يستقبل لحدود 20 ملي امبير، ولما بيكون سورس راح يطلع حتى 10 ملي امبير. نفس المناقشة تماما اللي كانت عندي بين البي دي بي و تي كيو اف بي و كيو اف ان ام ال اف باكج، توزيع للتيارات 200 ملي امبير لكل التيارات الخارج من المتحكم، 100 ملي امبير من البورت اي و 100 ملي امبير من باقي البوابات بالنسبه للبي دي بي. اما بالنسبه لباقي اشكال التغليف في عندي توزيع بهذا الشكل للتيارات الخارجه من المتحكم. راح انهي الحديث هلا عند هاي النقطة. المقطع التالي راح نبلش نحكي عن التطبيقات البسيطة، وراح نبلش بعدها تنفيذ ان شاء الله اول برنامج بلغة السي، بعدين راح نبلش المحاكمة.